هل تعلم أن مصر تتغير؟ العاصمة الإدارية الجديدة في مصر مشروع ضخم يهدف إلى نقل الحكومة والسفارات من القاهرة لتخفيف الازدحام. تقع شرق القاهرة وتبلغ مساحتها حوالي 700 ملكيمات. تتضمن المدينة مباني حكومية، حي دبلوماسي ومناطق سكنية وتجارية. تهدف العاصمة لتكون مركزاً للتكنولوجيا والابتكار مع مراعاة المعايير البيئية. ستكون موطناً لأكبر حديقة في العالم ومسجد وكاتدرائية ضخمين. وأعلنت شركة CSCEC الصينية عن تنفيذ برج الأيقوني أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 385 متر في العاصمة الإدارية الجديدة، لكي تتوسط حي المال والأعمال الذي يضم إلى جانب البرج العملاق 12 مجمعا تجاريا وخمسة مباني سكنية وفندقين. هل تظن أنها ستغير مصر؟